محال من الجمعية الوطنية، وقالت النيابة في بيان لها إن إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت، وأن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب في إطار محكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع، وأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وكان وزير العدل حمودة الرمان قد أحال اليوم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وتمت إحالة التقرير بعد قرابة أسبوع من وصوله مكتب وزير العدل قادما من رئاسة البرلمان، حيث أجازته الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الأربعاء. أشهدها في الميدان الاقتصادي والتجاري. قال مسؤول الإعلام في حزب اتحاد قوى التقدم محمد الأمين البي إن رئيس الحزب محمد المولود قدم عرضا للرئيس محمد العبد الأول الغزواني خلال لقائهما أمس حول التحديات التي تواجه البلد وضرورة تحصينه منها عبر تعزيز جبهته الداخلية. وأشار البي في تصريح لموقع الأخبار إلى أن اللقاء تم بناء على طلب من الرئيس محمد المولود باسم ائتلاف قوى التغيير الذي يضم اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية وإناد، مضيفا أنه المولود شكره للغزواني على الاستجابة لطلب اللقاء وقدم له تحليل الائتلاف لواقع البلد. الوفاق الذي ترفعه القوى السياسية الموالية للنظام كشعار وتشيد به المعارضة في بعض المناسبات يبدو أنه بات يعيش مراحل متقدمة. محمد المولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم يلتقي رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني نيابة عن أحزاب تحالف قوى التغيير. وفي بيان أصدره التحالف فإنما وصف بالروح الإيجابية التي جرت في المحادثة يبعث على التفاؤل باستقرار المناخ السياسي. وحسب البيان فإن المحادثة ركزت في تفاصيلها على قضايا الوحدة الوطنية والرق والعملية الديمقراطية. لقاءات الرئيس مع قيادات معارضة بشكل متكرر جعل الكثير من هذه الشخصيات يثني بطرق مباشرة وغير مباشرة على النظام الحالي، ما سبب بعض الضجر لبعض قيادات الموالاة. المشهد السياسي الذي ما زال قيد تشكل رغم مضي سنة على أصداء الاستحقاقات الرئاسية لم تتبلور صورته النهائية بعد، الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من تساؤل حول طبيعة الخريطة السياسية المستقبلية وعلى أي ضفة سترسو، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية ومساره بعد إحالته إلى القضاء. وللمزيد حول الحراك السياسي الذي تشهد ساحة سياسية منذ أيام، معي في الاستديو الإعلامي سيد أحمد الطباخ المدير الناشر لوكالة أنباء التقريب. أهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ. هل يعتبر لقاء المولود مع رئيس الجمهورية بداية إشراك جديد للمعارضة في الحكومة المرتقبة؟ شكرا. في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال تتطلب أولا محاولة تحديد المعارضة. الواقع الآن يقتضي منا إعادة رسم أبعاد وملامح وتضاريس المعارضة الديمقراطية في موريتانيا. بالنسبة لي حتى الآن النظام الحالي لا توجد لديه معارضة بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي، إذا استثنينا حزب تواصل أو بعض الحركات أو الشخصيات المستقلة. حتى الآن حزب اتحاد قوى التقدم، حزب التكتل القوى الديمقراطية، لا يستطيع أحد أن يصنفه على أنه حزب معارض، لأنه لا يمارس الفعل المعارض. لم تصدر بيانات تدين أو تشجب أو تستنكر أي قرار أو أي إجراء اتخذه النظام. لم تحدث مظاهرات، لم تقم أي من هذه الكتل السياسية بأي ممارسة أي فعل يمكن تصنيفها وفقه على أنها معارضة. طيب، لنقول إن هذه نتجاوز كل هذه الاعتبارات ونقول بأن هذه التشكيلة السياسية هي معارضة تجاوزا، لنقول ذلك تجاوزا. أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني ربما يفكر بطريقة جديدة وبأسلوب آخر، حتى لو اعتبرنا كما قلت لك بأن هذه الجماعة وهذه التشكيلات بأنها معارضة،
لا يرى فيها خصوم ولا أعداء، إنما يرى فيها شركاء في الوطن، حتى لو كانوا على الموقف المضاد أو المقابل لموقف النظام، تبقى في النهاية جماعات شريكة في الوطن، ويحق لها أن تأخذ بنصيبها من المسؤولية، ليس لا أقول بنصيبها من الكعكة، ولكن بنصيبها من المسؤولية أيا كانت في ممارسة وفي تسيير الشأن العام. طبعا تحليلي الشخصي كمراقب وكإعلامي متابع مهتم بهذا الموضوع، أن هذه التشكيلات السياسية على الأرجح قد نشاهد في حكومة ما مستقبلية، لا أعرف هل كانت هل ستكون الحكومة المرتقبة أو التي تليها التي تم الحديث عنها هذه الوقت. نعم، ستكون ممثلة على نحو أو آخر، قد لا يكون بين أعضاء مكتبها مكتب تنفيذ الحزب لإف بي أو آر إف بي، ولكن شخصيات ربما قريبة منها ومنتدبة منها. النيابة الآن تسلمت وتشارك ستشارك إذا شاركت، ليس لا أعتقد أنها بصفتها ممثلة لهذه الأحزاب، ولكن في النهاية هي منتدبة من طرفها. لكن السؤال الآن، هل البلد يحتاج حكومة بهذا الشكل، حكومة ائتلاف تقريبا سياسي؟ نعم، بالنسبة لمن يفهم تفكير، حسب رأيي أنا، تفكير الرئيس ولد الشيخ القزواني، أعتقد أن تفكيره هو يرى أن البلد ينبغي له، طبعا قد لا تكون ضرورة سياسية ملحة، ولكن حسب رؤيته، طبقا لما أرى أن هذه رؤيته الشخصية، أنه من الواجب أو من اللازم أو على الأقل من اللائق إشراك جميع التشكيلات، جميع التيارات السياسية إذا كانت راغبة وإذا كانت تمتلك الكفاءة، وهي بالطبع راغبة تمتلك الكفاءة. هل الوقت والمناخ السياسي يستدعي هذا الإشراك؟ لا يوجد، على الأقل السحر لا يوجد احتقان، والرئيس كان في فترة ما يسمونه سماح سنة بعد انتخابه. لا يوجد ما يمنعه. دعنا نقلب السؤال، هل يوجد ما يمنعه؟ لا يوجد ما يمنعه. عندما نتأكد من أنه لا يوجد ما يمنعه، كما كان يحدث في المرات السابقة بالنظر إلى عقليات الحكام السابقين، فإنه لا يوجد ما يمنعه، وبالتالي منطقي أن يحدث عادي طبيعي، طبقا لتفكير أو رؤية الرؤية التي يمتلكها الرئيس ولد القزواني. الحكومة التي نتحدث الآن عنها والأنباء والشائعات يمكن يكون في تغيير في الساعات القادمة، كل هذا يأتي بعد تسليم بعد تسلم النيابة العامة لتقرير اللجنة البرلمانية. اليوم تم تسلم النيابة العامة وأصدرت بيان، وبعض من أعضاء الحكومة مشمولين في هذا في هذا البيان. هل هذا يسرع من استقالة وإقالة الحكومة أو تعديل جزئي على الأقل؟ وأيهم في رأيك أقرب، تعديل جزئي أو إقالة واستقالة؟ أولا بالنسبة للشق الأول، قلت هل هذا يسرع؟ هذا يفرض، لا أعرف هل يسرع أم لا، لكن يفرض القيام بتعديل وزاري. شوف أعطيك مثال بسيط، أي شخص متقدم المسابقة من مسابقات التوظيف في البلد، نطلب منه صحيفة السوابق العدلية شهادة التبريز، مع أن وركات يصف في مستوى مسؤولية سامية جدا، الآن صحيفته العدلية ستكون ملوثة أو على الأقل مشكوك فيها ومتهم الآن، شات عنه كل الطهارة الافتراضية أو النقاء أو النظافة التي يفترض أن تكون فيه كموظف سامية ولا مسؤولية حساسة. إذن بمجرد استدعاء أو إحالة، هو تمت الإحالة، أنا أعتقد أن التعديل الوزاري أصبح واجب، أصبح ضروري. تأخر ربما بالنسبة لي، أنا شفت في رواد الفضاء هذا السوشيال ميديا الافتراضي، نعم متسرعين كل ساعة، الحكومة ما لها ما تنقلها، شو حكومات هم يفكر، هم لا يفكرون هون رئيس الجمهورية اللي هو صاحب القرار الأول، يفكر ليس بعقليتهم وإنما بعقليته هو. إذا كنا نحن كرأي عام مستعجلين ودور الحكومة تنقلع وتندار في الحكومة، لما ملزم بالنسبة هو عنده، هو نمطه، هو عنده آلية ونسق تفكيره هو الخاص، يرى أنها من الضروري أن تكون اليوم أو غدا أو بعد قد أو بعد أسبوع أو بعد شهر. لكن ما لدينا يؤكد أن تعديلا وزاريا ضروري أن يحدث، ضروري أن يحدث، لأن هذا وزراء ملفات وملفات ليست بسيطة، هذه الملفات ليست سرقة دجاجة أو سرقة. بالإضافة إلى هذا، في رأيك الرئيس لا أكمل سنة من مأموريته، هل حصيلة هذه الحكومة خلال هذه السنة
هي التي جعلت الشارع يتعجل على التخلص منها والتخلص من جزء منها؟ نعم شفت، دعني أحدثك بصراحة، أنا شخصيا أرى أن حصيلة هذه السنة لم تكن بالإيجابية المطلوبة، لم تكن وفق الأمال والتطلعات التي كنا نتحلى بها ونمتلكها جميعا. طبعا هي كانت سنة أزمة بامتياز، لأنه وما زلنا في هذه الأزمة، لم نخرج منها بعد. ظاهرة أو فيروس كورونا، انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لأشهر عديدة، والذي أربك خطط التنموية والبرامج بالنسبة ليس الحكومة الموريتانية فحسب، وإنما كل الحكومات في العالم ولأشهر عديدة. أنا أعتقد أنه إذا كان ينبغي، طبعا أنا ما نراضي عنها، إحنا الرأي العام كامل ما نراضي عن أداء الحكومة مع تسليمنا بالإكراهات اللي خلقته في مقدمة كوفيد 19. إذا كان لابد أن نحاكم سنة من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني، أنا أعتقد ينبغي أن نحاكم الأشهر أو الشهر واحد تقريبا منذ إعلان بداية الانتقال الآمن، وهذا ما قد يفسر استعجال أداء الحكومة خلال فترة الوباء. نعم، فترة الجائحة يمكن أن يقال إنه جيد على العموم، ولكن في التعاطي مع الوباء في زاوية واحدة. إذن الإعلام سيد أحمد الطباخ، المدير الناشر لوكالة أنباء تقريب، شكرا جزيلا لك، تركنا الوقت. شكرا.